حطيت عيني على الفيزور غير دنيا أنا فت جوا بالكادر والكادراج بيزبط معي بنتعش وفيلم الطويل إذا ما انتعشت 15-20 مرة بيكون في شيء غلط النعشة شيء حلو تمام مرة نكتب سيناريو وجتني فكرة طبيت على الطاولة هيك قالوا لي بايك شيء قلت لا تركوني خليني اسلس بالمشهد شيء يعني بتمنى لكل واحد يلي بيبقى عم بيكتب سيناريو أو يلي عم بيعمل فيلم شعور هيل أحلى شعور بالحياة